رحله العوده داز صعيبه، داز فيها بزاف ديال التعب، كما اننا خدينا الطرقان وكانوا ماشي ساعه ولا ساعتين، كانوا يومين وثلاث ايام ديال الطريق. خدينا بزاف الوسائل ديال النقل، منها تران منها تاكسي، بزاف الحوايج اللي كانوا صعاب. يعني الطريق كانت بحد ذاتها صعيبه، عاد انه فاش تخرج من المدينه اللي انت فيها جد اصعب. الصعوبات اللي لقيناه هو داك الازدحام والاكتضاض على وسائل النقل، هذا هو المشكل اللي لقينا. فاش الاجناس كيتخلطوا ما بيناتهم، وفاش يعني مختلف الثقافات كتخلط، الاجانب كاملين كيوليو كيدافعوا على هذيك وسيله النقل، وكيولي كل شيء بين قدر الروح ديالو، يعني غتكون واحد الفوضى كبيره. ما نقدرش نقول لك السر، ولكن الفيديو كان مجرد وسيله باش نوصلوا الصوت ديالنا، وماشي فقط انا راه عاودت معاناتي ومعاناه الطلبه اللي كاينين تما، والحمد لله لقينا المغاربه دعمونا ووصلوا الصوت ديالنا، حتى ان شاء الله ديك الساعه كل شيء تقاد وعاونونا الناس وخرجنا من تما، وان شاء الله يا ربي تعاون الناس اللي باقي. هذاك الفيديو انا في الاول ما درتش فيديو، درت غير ستوري، وما كنتش قلت انه الناس غيتفاعلوا معها بزاف. هو اصلا انا كنت كندير انستغرام شويه شويه، ولكن درت ستوري في الاول قلت الناس ما غاديش تفاعل معها لديك الدرجه، ولكن لحسن الحظ ديالي انايا كيف لحتها الناس تعاونوا معايا وبداو كيبارطاجيو هذوك لي ستوري طلعوا صافي. من بعد بداو كيهضروا معايا الناس كيقولوا لنا ديروا فيديو باش نقدروا تتعاونوا فيه ونفهموا الوضعيه ديالكم كيفاش دايره. جمعت هذاك الفيديو، جمعت فيه المعلومات كاملين اللي قدروا يسولونا عليها. وي سي فري، باقا كنتواصل مع ناس واحلين تما اللي ما لاقينش كيفاش يخرجوا حتى من المدينه ديالهم، كاين اللي ما لاقيش كيفاش يدوز حتى الحدود، كاين اللي باقي حاصل في الحدود، كل واحد وكيفاش كيعاني. اصعب حاجه هي فاش كنا مخبين في ليكاف لتحت، وكنا كنسمعوا دوك الاصوات فوقنا، كنا كنقولوا في اي لحظه غتهبط علينا شي حاجه وغيري بهذاك الشيء كامل. صعيبة النفسية جد 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 صعبة. كان محيلتك أنك توري لعائلتك أنك راك بخير باش ما يتخلعوش عليك، محيلتك أنك تسمع دوك الأصوات، يعني كل شيء مخلط. الناس اللي وقفت معنا، غنهضر لك من الاول، الناس وقفت معنا الناس الداخل اللي هما الاوكران اللي عاونونا بزاف. فاش كنا مخبين وراونا فين نتخبى، وعطاونا الماكله، عطاونا الغطاء، عاونونا بزاف وراونا شنو نديرو. ملي خرجنا من بعد من الحدود، لقينا الناس الحدود اللي مشينا لها حتى هي كتعاون مع اللاجئين، ماشي فقط حنا المغاربه كيعاونوا اللاجئين، كنلقاهم دايرين الماكله، الغطاء، كل شيء كاين. عاد من بعد فاش هذوك الناس كيوصلونا للسفاره ديالنا، والسفاره ديالنا الحمد لله تكلفات بنا من ا حتى لزد. شوف، هاد الموضوع مطروح بزاف. اللي نقدر نقول لك انايا ان العنصريه راه ماشي فقط من طرف الاوكران، وانما العنصريه كاينه حتى من طرف الاجانب اللي حنايا تما. فاش كنجمعوا حنا اجانب من ثقافات مختلفه كيف قلت لك، كتكون العنصريه لداخل. يعني ما بغيتش هادشي يركز فقط على الاوكران، انا ماشي ما كنجي على الاوكران ولا شي حاجه، وانما فقط غير باش تفهموا هاد النقطه، العنصريه ماشي فقط في الاوكران، كاع الثقافات وكاع الاجانب اللي كاينين تما كيحاولوا انهم يخرجوا الجنسيه ديالهم، يعني كيتجمعوا دي غروب وكتخرج الجنسيه اللي هي هما باغين. هكا قلت لك كاين الاكتضاد ما بين الجنسيات. المعاناة ديال الطلبة، أول حاجة أنهم كيسمعوا داك الصوت كيفاش غتكون نفسيتهم، ثاني حاجة كاين اللي كيشوف داك الشيء بعينيه، اللي ماني مقدرش يتخبى في ليكاب راه كان كيشوف داك الشيء بعينيه، كيجي داك الشيء كامل حداه. ثالث حاجة هي المصير ديالهم من بعد واحد شوية إلا زاد هاد الشيء طول، في الماكلة وفي النعاس وفي كل شيء وفي المرض، كاين اللي مريض دابا وما لاقيش الدواء، ما لاقيش كيفاش يتنقل للمستشفيات. شوف، المغاربه ما نقدرش انا نجاوبك على هذا السؤال اكزاكت، ولكن كنجاوب على اشنو عشت انا.
انا كنت كنقرا تما وكان الامر جد عادي، حتى الاوكران ما كانوش يعني قلنا غننقل الاخبار الصحيحه غنشدوها من عند الاوكران، ولكن للاسف الاوكران شنو كانوا كيقولوا يعني حتى هما ما كان في اخبارهم والو، كانوا عايشين حياتهم عادي، كانوا كيتنقلوا عادي، ما كانش ادنى شك انه فعلا غتكون حرب. وكنا كنقولوا وكاع لا كانت هذه الحرب ما غتكونش لهذه الدرجه، حنا في 2022 ماشي حتى لهذه الدرجه هذا الشيء هبط علينا. اول يوم الحرب خلعه نظرا لاننا حنا اول مره كنعيشوا هذاك الاحساس وهذاك السيتوياسيون بحال هكاك، كنا ناعسين مع الخمسه حتى كنسمعوا اول ضربه. يعني كيف قلت لك انا يا راه في المدينه اللي كنت فيها كانت اول ضربه تما، الضربه الاولى فقنا ما فهمنا والو، وقلنا ما يبي راه غير شي حاجه تقريبا غير دوك الالعاب الناريه ديالهم اللي كيديروا، ولكن من بعد ما بقينا كنسمعوا الدق بزاف وقوي بزاف عاد فهمنا راه فريمون كاينه الحرب. دخلنا للسوشيال ميديا لقينا كلشي مفرقع، خاركوف مفرقع، ما عرفتش شنو نقول، احساس جد صعب. ديك المومون بالضبط قلنا راه اوكي اول حاجه غنمشيو غندركو اوراقنا من اليونيفرسيتي، وفعلا مشيت دركت الاوراق ديالي من اليونيفرسيتي ديالي، عطاوني الاوراق في ديك الساعه. عاد من بعد شفنا كنفكروا شنو نديرو، بغينا نخرجوا كنسمعوا ان اي مدينه بغينا نخرجوا ليها كان فيها قصف، يعني اضطرينا اننا نتحاصروا تما ونجلسوا نتسناو المصير ديالنا. انا ما غنقدرش ندخل في الموضوع ديال السياسه، ولكن الحاجه اللي نقدر نقول لك انه في الاول كانوا كاع السفارات كيقولوا خرجوا خرجوا، اي سفاره كتقول خرجوا خرجوا، كاين دول اللي ما قالت لهم السفاره ديالهم ما تخرجوش، ولكن بالنسبه لنا حنا المغاربه قالت لنا السفاره ديالنا خرجوا، ولكن ما قدرناش حيت حنا ما كانوش عندنا اوراقنا باش غنخرجوا، باسبوراتنا في اليونيفرسيتي، الاقامه ديالنا اللي ضربنا عليها تما راه حتى هي في اليونيفرسيتي، ما كاينش كيفاش نخرجوا. نو انا هادشي ما عشتوش كاع بتاتا، باش نكونوا يعني صريحين، الحاجه الوحيده اللي نفسر لك بها جوازات السفر باش تفهموا مزيان، حنايا في لونيفرسيتي ولا السيستيم ديالنا تما فاش كنبغيو ندفعوا الاقامه ديالنا كنحطوا حتى الباسبور وكنتسناو الاقامه تطلع، وكيعطيونا ملي كتطلع الاقامه كتسالى كتجهز كيعطيونا باسبور واقامه بجوج، يعني هادشي اللي خلى الباسبورات والاقامات محطوطين تما. ما غنقدرش نحكم لك على مستقبل اوكرانيا، ولكن انا كنتمنى من قلبي ان اوكرانيا ترجع وترجع قوه قويه كاع من كي كانت. هذوك الناس ما يستاهلوش هذاك الشيء اللي كيدوزوا منه، وعشنا معهم ايام زوينه، اوكرانيا عطاتنا واحد الباب وفتحت لنا باب وخلاتنا نتعرفوا على بزاف الحوايج ونتعلموا بزاف الحوايج. ما كنتلقاش الدروس ديالي، ولكن لي بروف كيتواصلوا معنا وكيعطيونا الاخبار ديالهم وتيقولوا لنا دونت وري، يعني راه ما تخافوش، ها السيستيم ديالنا وها اشنو غادي نقدروا نديروا، يعني هما ما كيعطيوناش اكزاكت باش نكون واضحه، هما باقي يعني في سيستيم الحرب ما غادي يقدروا يديروا لنا والو، ولكن ملي كتصيفط لنا البروف ميساج كنقول الحمد لله البروف بعدا باقا عايشه وباقا مهتمه بينا. كنتمنى من قلبي الناس اللي باقين حاصلين يتلقى لهم حل، اللي نقدر نقول لهم حالتهم صعيبه بزاف، ذكروا الله وكونوا مع الله يكون معكم، وصبروا صبروا راه هذا امتحان من عند الله، وما تعرفوا ربي اشنو مخبي لكم من بعد هذه المحنه. الكلمه الاخيره اللي نقدر نقول لكم هو شكرا بعد انتم تنقلتوا حتى لهنا وعطيتوني هذه الفرصه من هذا المنبر هذا انني نهضر معكم ونقول لكم اشنو كاين، وشكرا بزاف لكاع الناس وكاع المغاربه اللي دعموا داك الفيديو وطلعوا هذاك الفيديو ووصلوا الصوت ديالنا وديالي وديال كاع الطلبه المغاربه اللي كاينين تما، وكنتمنى من الله ان الناس اللي باقين حاصلين تما يخرجوا، ودعيوا مع الناس اللي كاينين تما المغاربه ولا اي وحدين، ودعيوا حتى مع الاوكران ودعيوا مع اوكرانيا. تمنيات ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.